ما جان صاحبي شوه في الكورة في التيران تقول لك ينقزوا منهم الفليبر ترى الكازو راس شوه مشيش احتش مشيش مع أخويا ومراتو ترى مراتو وصح ما نصرانية كشرفتو شني كشون بحال السرديلة شوه راس شون بحال السرديلة سرديلة غير حلف بالله بحق الله كان عشان شوي شوي ما اجي يا ولدي حدا باباك اجي اجي قرب حدا شوف يا ولدي عندي لك واحد السؤال وحاول تجاوبني بصراحة لأنه مهم تبغي تمشي مع باباك ومهدي لفرنسا تما غادي تتعلم اللغة وغادي تقرا مزيان وغادي تقيد في النادي ديال السباق ماما تدي لي مهدي الاول ودابا بغيتي تدي لي هادي الثاني